ان انت بعد رجوعك او تعتبر بقى كانها بدايتك، لان انت الفتره الطويله يا لمنى اللي بعتيها خلاص يعني، حتى انت كنت عامله، كنت بطله من ابطال فيلم مع الجميل النجم عمرو دياب، ضحك ولعب وجد وحب، كنت بطله. ده حقيقي. وبعد ما هتبتدي تظهري قررتي لا، رحتي قاعده، فرجعتي تبتدي تاني من الصفر. ومن تحت الصفر. من تحت الصفر. انا بدات مجاميع مش ممثلة. لا يا لمنى. اه والله. مسلسل إمبراطورية مين؟ بتاع هند صبري. أنا كنت في المجاميع. لا يا لمنى. دي حقيقة. مريم أبو عوف وهي اللي اتعرفت عليا على فكرة. قالت لي إيه ده؟ أنا أعرفك. قلت لها أنا كنت، قالت لي أيوه، إيه ده؟ إزاي؟ طب إزاي توقفي؟ قلت لها عايزة أنزل أشتغل وعايزة الناس تشوفني لأن ما حدش بيساعد حد. فأنا قلت أنا وربنا بقى. ما تكسفتيش ولا قلت لا. بس هقول لك على حاجه نشوى، انا 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 اكيد ده كان بيأثر فيا نفسيا ما اكدبش عليك طبعا، لكن في الاخر قلت ايه، ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، والناس مش هفضل اقول لهم انا وانا، لا هقول لهم انا مين بعملي بعد كده. وده اللي نفعني، ان انا جيت على نفسي وكسرت نفسي واحساسي بان انا حسبت لكم ان انا رجعت وانا مش محتاجه حد يساعدني وهطلع، يعني هطلع. دي رساله لكل الناس طبعا، مفيش حاجه اسمها طبعا. اللي انا عايزه هعمله وهجتهد، حتى لو بدات بقولها من الصفر طبعا. لبنى قالت لي لا انا بدات من تحت الصفر. والله من تحت الصفر. قيمه زي لبنى وكانت عامله بطوله مع عمرو دياب واخرين طبعا، استاذه العظيمه يسرى وعمر الشريف ومجموعه حمامه في المسلسل بتاع ضمير ابله حكمت، وقهوه المواردي، وخالد صفيه والدير، وما زال النيل يجري، يعني حاجات كتيره جدا مع اساتذه كبار، وقررت لا انا مش هستنى حد يساعدني، وانا عارفه قد ايه يعني موجعه طبعا ان الواحد. لا كانت موجعه جدا عشان تبقي عارفه، وخصوصا طبعًا. ان انا كمان يعني ما فيش مكتب كاست في مصر ما لفتش عليه كمان طبعا. هتشتغلي ازاي؟ هترفعي سماعه التليفون على مين؟ مين هيسمعك؟ وبعدين 15 سنه الميديا حالها اتغير 180 درجه. معاكي حق، معاكي حق بكل المواصفات. فلا خلاص مش هينفعني غير ان انا عزيمه ودعاء لربنا والتعب، وانا كنت واثقه ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. لا واخد كان الحقيقه. الحمد لله. من 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 دور في امبراطوريه مين يعني دور صامت مثلا او جمله؟ هو كان جمله في وسط مجاميع، يعني احنا خمس مجاميع. جزيره غمام بقى. ايه النقله دي وايه العظمه دي يا ست؟ ايه يا ست؟ هو المسلسل كله عظمه على عظمه. وكان فيه الاكابر بتوع التمثيل. ده حقيقي، ده حقيقي. وطارق دفعتك، طارق لطفي. حبيبي. اكيد فرح بيكي لما شافك يا طارق حبيبي. ده انسان كلنا. على فكره دفعتنا كلها نشوه. احنا بني ادمين محترمين. انت اشتغلت قبل ما نبقى فنانين مع خالد نبوي دفعتك برضه؟ طبعا. اشتغلت معاه كتير، مع ملك النار. وستيفا. الله الله الله. بنتقابل كتير، حد انا بحبه. احنا اصل احنا يعني عيش وملح. عيش وملح، فاهمة؟ انت كنت الاستاذة بتاعت الدفعة يا حبيبتي، يعني ربنا يخليك. كلنا اساتذة يعني، انت بسم الله ما شاء حبيبتي الله. حبيبتي الله يسعدك. طيب من النقلة دي يعني، هل رد اعتبار نفسي ليكي انا ما كنتش غلطانة ان انا ابتدي من تحت الصفر، انا في جزيرة غمام ولفت النظر بشكل مرعب، مين الست العالمية دي؟ ممثلة عالمية. ودلهاب وكفر دلهاب. يخرب بيت جمالك في كفر دلهاب. روايح جمالك، يخرب جمالك. بصي هقول لك يا نشوى، زي ما انت كده ما خدتيش فرصه، انت الكوميدي تمام، انا ما عنديش ازمه. الجمهور ما يعرفش نشوى اللي انا بقى شفتها على المسرح. تراجيدي وادوار اللي هي ترج المسرح. ما خدتيش حقك في ده. والله لسه انا واثقه من بس ده. بس على الله يلحقوني قبل ما تكبر. لا بعد الشر عليك. لا هيلحقوكي لان انت موهبه. انا بقول ان نشوى، بقول مش بقول ده عشان انت قاعده، انا بقول ده انت عارفه كويس قوي رايي فيكي، ان جوانب كتير قوي انتوا ما شفتهاش من نشوى. بس